واحد بقالي روح، واحد بقالي اخوان، واحد كتير بارد، واحد كله نشاط، واحد ما بيفهم بالمرة، واحد سابقني بأصوات أصوات أصوات الانكسار، المعاناة أو النيجاتيف اللي بنسميه، الطاقة السلبية أو المشاكل اللي بصير معنا بحياتنا، الهدف منا تقويك. كل ما تشوفك الحياة بتتحمل بتضربك أكتر، يعني أكتر شيء مكروه بالحياة هو الحقيقة. أنا بكل اللي كتبته أنا أقول الحقيقة مثل ما هي فقط، أوكي. فإذا بده يجيني أذى من حقيقتي، من قناعتي اللي هي حقي، أنا بدي نكون بلد واحد. اللي هو عنده مشكل معي وبدو يأذيني لأنه أنا عندي هذا التوجه، يتفضل، ما بشيله للإخلاق. أنا فعلا لست طائفة أصدقاء من الطائفة السنية والدرزية، كما أني فيما مضى أشفت براءة المسيحية، لكن لما لا أكون طائفي وفي وطني؟ كتبتم على إخراج خيطي طائفتي وذكرت ديني على الهوية، لأني حقيقي مش لأني شاعر. هذا الفرق، أوكي. يعني بدي أقول لك شيء، أنا شخصياً بكره الشعر كعلي. أنا ما بهمني يفهمني المثقف بس، أنا بهمني يفهمني الولد إذا عم بيسمع شق فصحى، والمثقف بيفهمني. أنا لست طائفي، تعني أنا المسيحة مات في مكة، وأنا محمداً ها هنا صلب، وأنا الحسن لم يمت بالسم، وأنا الحسين في كربلاء شريف. أنا لست طائفي، تعني وأنا علي اسمي ابني إليا. وكلما وصلنا إلى قمة تراءت لنا قمم أخرى، بعمري ما بوصل للقمة. القمة حتكون هي لحظة انتهاء الحياة، وقتها بتكون وصلت للقمة. وما يقتلني أنكم من الديانة نفسها، إلا أنكم لا تتفقون فيها على شيء إلا أن المسيح حلل الخمرة، وأن محمداً حلل لكل رجل أربع. ليك هي سلسلة، بس هو انطلاقتي كانت الأساسية من قبل خلصت الحكاية إحساسك صنم، بلشت هيك قصص. بس مجبور كانت أول تيتر مسلسل وهي اللي ضوت، بعدين كملنا بباقي التترات وبالأغاني العديمة. الكرهني مثلاً هي منا تيتر مسلسل ومدت السلسلة، فأصعب شيء تحافظه، فيا رب نقدر نحافظ على نفس المستوى. عم جرب حبه واقف، عم جرب الحق عقلي والمنطق شو بيقول لي، عم جرب مش عم بعرف، ما يا بتفكر يا بتحس، ما في توقف بالنص، ما في تاخذ كل شيء، نقي واحد منهم بس. علي ليه قفتت أحلامه اللي بمخيلته موجودة على الأرض؟ ليكي على طول منحس جوا أنه نحن كتير على بوجنا، وسبيشالي إذا كان عندك غروري أو نرجسيتي كحدا. بس بتوصل إلى محل قدام الحب تسقط النرجسية وتسقط الأنا، الحب مقبرة اللي أنا. يا حب منك منطق، ما بعدنا حتى نلتقي، شو مر وجوه بهالزمن وجهك وحده اللي باقي. ايه في حدا بالحياة الحقيقية بيشبه أحلام؟ لو بدك نقص عني حب خليه تمنع أحاسيسها ترد علي، بس احكيها تتشرب وتهدد تبعد على طول. راسب على البكي بالاساس هي ما كانت حتنعمل، هي كانت موسيقى لجمال ياسين عم بعمل اياها غنيه، اللي هو كلام كان
لو عملنا المنعمل رح يقلب حبنا ملل. ما تعذب حالك خلص صدقني ما في أمل. بعدين اجت الميوزك تا تارر. فأنا بحياتي الطبيعية أنا كتير بمزح، فعملت لهم إيه أنا راس عم بمزح لأن أولاد عمي أولاد عمي عم بيحكيوا بعلبكي. فقلتها، فلما قلت حلوة ميوزك غنيها قلت أنا مستحيل أعملها عملتها وما لقيت طلع براسي إلا عباس بيقدر يصيب هاي الشخصية وصارت. فصار المنفس لإلي هو هاي الأغاني. نعيد المرأة أننا ساء نكون مخلصين، وأننا ساء نحبها ليوم الدين، وأننا ساء وساء وساء ولا نفعل من هذه الساعة سين. ما في شيء اسمه مثل ما كتب غيره كتبه الكتابة حالي. أنا وقت كتبت استقوي بعد كنت من أصعب مراحل حياتي. ففيها اللي مثل حكيناه أول سؤال تبع أنه طهريني بعد يلا يعني شو الماكسيموم أنك تموتي الفناء وتخافي من الموت. طب أنا ما بخاف الموت لأنه أنا اسمي باقي، إن شاء الله بعد 100 سنة حدا يسمع غنية ويقول هذه كلمات على المولى، أنا يمكن في احتمال بعد 200-300 سنة ينذكر اسمي. طيب أنا بالنسبة إلي هيدا إنجاز هلقد شايفه كبير وبدي حافظ عليه وجرب كبر بصمتي بالتاريخ. أنا هيك بفكر. أنا بالنسبة إلي لا أموت حتى لو متت كجسد، أنا لا أموت. بكل صراحة أنا أقذر رجل في التاريخ ورجولة إن قيمت ذاتا علت لهجتك الصراحة. هكا أنا أسلمت للتفاهة أمري وشردت من طرق النجاح وهكا ملتي. ما هو في غرور الروح اللي عندي كتير، بس غرور الجسد اللي بيستعمل غروره ليشوف حاله على شخص آخر بإنجازه، أنا بختصره بقصيدة بقول ونفخر بما ليس لنا يد فيه. إلهي عني إلهي على شيطان التباهي. فشيطان التباهي تبع الناس أنا لا أملكه. استغلالي أنا، أناني لأبعد حد، رديء سطحي تافه وكل ما فيه قباح. حتى عمقي مقاعد هرئة، دخان قهوة سوداء، آمال تتقبل التعازي وأحلام في مناح، ونعش يحمل مستقبلي، وعويل يدق مسمعي شكرا انك ما استبقيته فقد لاقى في موته راحه. هلا بدايه اللي انا بحياتي حيعمل بومينج هو بعيدا عن الاغاني. انا صارت الاغاني بعطيها من وقتي طبيعي اقل من 5% بحياتي. انا توجهي صار على بعد اخر، علم نفس اخر سنه صرت بالجامعه اللبنانيه، وعم بعمل كتير قصص بحياتي. أقربون كتابة اللي هو قديس في عصر إبليس حيكون توقيع بقلعة بعلبك، هون راسي كله، وبكتابة السيناريو والدراما عم بكتب. ما هو أنت الرسول؟ ما هو حبل السرة بيننا لم يقطع بعد؟ يا أول معجبة فيه كل خانوني، انت الوحيد اللي هو فيه.